السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أريد حلا. تحتل مسألة الزواج حيزا مهما في حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يجدون في الارتباط أمرا ضروريا يساعدهم على تخطي الكثير من الصعوبات، إضافة إلى تحقيق طموحاتهم ككل البشر في تكوين أسرة وإنجاب أطفال. إلا أن بعض المعوقين لا يكتب لهم الزواج لأسباب لها علاقة بنظرة المجتمع إلى هذه الشريحة. زواج المعوقين هو عنوان هذه الحلقة من برنامج أريد حلا، ولكن قبل أن نبدأ دعونا نستمع إلى هذه التجربة ثم لنعود. أنا شاب عمري 25 سنة، تخرجت من الجامعة والحمد لله الله بعث لي شغل مرتب ومعاش مرتب، ولأني بحب العمل التطوعي انتسبت لجمعية بتعتني بالمعوقين. وهناك تعرفت على صبية مكفوفة ومتعلمة وفهمانة، وتعرفت عليها أكثر وصار في تبادل إعجاب بيني وبينها، وبعد فترة حبيتها وصارحتها بمشاعري وهي كانت تبادلني المشاعر. بس مش هون المشكلة، المشكلة كانت إنه أهلي وقفوا ضدي بموقف كتير قوي، وصاروا يقولوا لي انت شو ناقصك لحتى تاخذ بنت مكفوفه، وتعاملوا مع موضوع انها مكفوفه على انه هي عندها نقص، وصاروا يقولوا لي انه في 100,000 بنت بتتمناك وانت بدك حدا يخدمك مش حدا تخدمه انت. فحاولت انه انا بحبها وانا مش شايف هذا الموضوع موضوع نقص، بالعكس انا شايف في انسجام بيني وبينها، في مشاعر، في حب، في تناغم، في تبادل افكار. بس هني ما شافوا الموضوع من هالناحيه وقالوا لي انه انت بتحبها من باب الشفقه والعطف، وبكره بس تتزوج حتندم وبصير عندك اولاد يمكن تتركها وتكسر لها بخاطرها، ممكن تتزوج عليها، وقالوا لي تركها من هلا احسن ما تتركها بعدين. حاولت أقنعهم كتير إنه أنا عن جد بحبها والموضوع مش موضوع نقص، إنه أنا قادر ساعدها وهي قادرة تساعدني وأنا ما عندي مشكلة بالموضوع، بس ما اقتنعوا مني. وأنا بصراحة كتير بحبها ومش عارف شو أعمل، خصوصاً إنه أهلي حطوني بين خيارين إنه يا أما هني يا أما هي، فما بعرف شو أعمل. مشاهدينا، وبعد عرضنا لهذه الحالة وللحديث أكثر عن هذا الموضوع، أرحب بضيوفي في الاستوديو الدكتورة مها شومان جباعي، مديرة مجمع نبيه بري لرعاية المعوقين وأستاذة جامعية. دكتورة مها أهلا وسهلا بك. كما ومعي أيضا وأرحب بالأستاذ إبراهيم عبد الله، عضو الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين وعميد التعليم الدامج في جامعة الكفاءات، أهلا وسهلا فيك أستاذ. بداية مع حضرتك دكتورة مها، ومثل ما شفنا بالتقرير هي حالة شخص فعلا بده يرتبط بفتاة ولكن لأن كفيفة أهله رفضوا. تعليقك بداية دكتورة، وفعلا يعني نحن بنعرف أنه المعوق يصطدم بكثير يمكن عثرات بحياته، ولكن لماذا المجتمع يعني رافض هالقد لفكرة زواج المعوق؟ بالنسبة للحالة اللي هلأ سمعنا عنها، بحب أبدأ بآية من القرآن الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هون بنحكي عن المودة والرحمة، لأن الحالة اللي هلأ سمعناها وشفناها في مودة بينه وبين الصبية، وبهالحالة ما بلاقي ولا أي عائق لارتباط هالشخصين ببعض. هلأ المجتمع كيف ينظر لهالارتباط؟ للأسف مجتمعنا لا يتفهم حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة بحق مثل أي إنسان عادي بالزواج وإنشاء أسرة. ولهالسبب كان في رفض من أسرة الشاب، وكمان أوقات كتير الشخص من ذوي الإعاقة للأسف الشديد كمان أسرته ترفض ارتباطه وزواجه كمان لعدة اعتبارات ممكن نحكي عنها. أستاذ، أنت قال لحضرتك يعني شغلت عدة مناصب إدارية كرئيس رابطة الجامعيين اللبنانيين للمكفوفين ورئيس اتحاد جمعية المعوقين. من خلال مركزك أستاذ، هل التقيت بحالات معوقة فعلا سعت للزواج ولم تتوقع يعني ولم تتوفق بسبب إعاقتها؟ بالتأكيد في حالات كثيرة. هلا بالنسبة خليني أبلش بهي الحالة اللي شفناها.
اليوم الأهل بيرفضوا زواج ابنهم، مش بس من زواج من حدا عنده إعاقة، بيرفضوا كمان بيكون مطلقة، بيرفضوا بيكون عند أولاد بيرفضوا. يعني في حالات كتيرة الأهل دايما برأيهم هني أنه هني عم بي 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 بيتمنوا لابنهم الأحسن. نعم. في حالات كتيرة إيه أكيد كلنا مواجهينها، أنا شخصيا واجهتها. بعتقد كل حدا عنده إعاقة بده دايما دايما ومهما يكن دايما بينظروا الأهل لما بدين يجوزوا بنتهم أنه شو مثل ما ذكرها الشاب، يعني أنه شو صاير عليك، يعني أنه شو انقطعت الرجال، شو يعني هاي تعبير تستخدم. وفي كتير بنات بيرضخوا، يعني على صعيدنا نحن كشباب في كتير بنات بيرضخوا وبيتمنعوا عن الزواج، وفي البعض بيتحدوا، وفي قصص معاشة اليوم. بس بكل الأحوال هيدي حالة من كل الحالات الشاذة اللي منواجهها بالمجتمع، من كل الحالات اللي تعمل على إذا بدك تكسير وتهميش واستبعاد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى كافة الصعد. يعني والزواج بطبيعة الحال أمر أساسي بحياة كل واحد فينا، بناء أسرة وبيت وإنجاب الأطفال، فهيدي أمور إيه أكيد. وإذا بدنا نفوت بتفاصيل نحكي أكثر بطبيعة الحال. دكتورة مها، يعني يمكن نحن اليوم قاعدين عم نحكي، وفي كتير ما بيكونوا قاعدين إنه من المجتمع، يعني هني بيشجعوا موضوع زواج المعوقين وبنحكي فيه بكتير رحابة صدر، وليش لا، بالنهاية هو إنسان ويحق له الزواج كأي إنسان آخر. ولكن يمكن لما بتجي للقصة إلهم، يعني لما بتجي القصة إنه بنته ترتبط بشخص معوق أو كفيف، هون يمكن بيوقفوا عندها. ألا تعتبرين دكتورة إنه عنا ازدواجية بالمعايير؟ مجتمعنا للأسف لا يتفهم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالشكل الكافي. هلأ شو الأسباب؟ لأنه غير مطلع على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو يمكن القوانين والأنظمة مش واضحة لإلهم، لأن كافة الاتفاقيات الدولية والقوانين تسمح للشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أنه يتزوج ويأسس أسرة. إنما للأسف مجتمعنا عنده أحكامه الخاصة وأحكام جائرة جدا. فمثل ما قلنا بعد لوقات حتى أسرة الشخص من ذوي الإعاقة تمنع عنه الزواج بسبب يمكن يعتبروا انتقاله لمرحلة الزواج ونشوء أسرة قد يرتب أعباء مادية إضافية، قد ينشأ عن الزواج أطفال معوقين بيفترضوا جدلا انه سبب الاعاقه وراثي بالوقت اللي مش بالضروره ابدا يكون وراثي. ما بيتفهموا انه ممكن هالشخصين يعيشوا بحاله موده، بحاله حب وتفاهم، عطول بيستبقوا هالزواج باحكام انه يمكن ما يتفقوا، وبالتالي قد ينشا صراعات لاحقا، وهالتبعات حتكون من مسؤولياته. لهالسبب بفضلوا أنه حتى إذا عندهم صبية أو شاب معوق ما يسمحوا له بالزواج، بالإضافة للأسرة مثل ما شفنا هلأ إذا ابنهم ما عنده إعاقة أنه ليه بدك تتزوج حدا معوق، رغم أنه في مودة بيناته وفي حب، وهيدا عنصر هو الأساسي بأي علاقة زوجية. يعني العلاقة الزوجية إذا ما كان فيها تفاهم وحب ومودة مشكلة كتير كبيرة، وزواج لن يستمر. ولكن دكتورة مثل ما سمعنا الحالة عم بتقول انه الاهل اصلا منهم معتبرينه حب، يعني هن معتبرينه نوع من الشفا اذا صح التعبير، وبالتالي بعد الزواج يمكن لما تشوف انه هذه الزوجة يمكن ما قادرة تقوم بكتير من الوظائف داخل الاسرة وفي الحياة، بالتالي انت هون يمكن بدك تمل، فبالتالي هون انت بدك تكسر لقلبها مثل ما وصفوا بهذا التعبير. فبالتالي قد رأيك فعلا يعني ممكن يكون شفا او ممكن يكون عاطف، ما يمكن يكون مش حب حقيقي؟ يعني هون منرجع لضرورة أنه الشخص المعوق يعرف حقوقه، وهون منحكي دايماً عن حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالحصول على حقوقهم. يعني بكل المواضيع التي نقارب فيها شؤون وشجون الأشخاص من ذوي الإعاقة منأكد دوماً على أن لهذه الفئة حقوق وليس احتياجات، لأنه الاحتياجات كلمة قد
نؤمن الاحتياجات وقد لا نؤمنها، بس لما الموضوع بيكون حق، موضوع ما عاد موضوع مزاجي أو حسب إمكانيات الدولة إذا بتأمنه، لأنه الاحتياجات بعد الوقت الدولة ممكن تقول هالاحتياجات ما فيني أمنها. بينما لما بتكون حقوق هالأشخاص وبالتالي دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في الزواج وفي بناء أسرة، هذه صارت حقوق يجب أن يجند لإلى الطاقات بالدولة لأن تكون قوانين واضحة، وبنفس الوقت يكون في خطط عملية. إذا بحب يضيف شيء حسين أستاذ إبراهيم، بدي أضيف بس على النقطة اللي طرحتها. إذا الأهل فعلا كانت هيدي حجتهم أنه خايفين على مشاعرها وعلى الشفقة وعجزة، طيب حل بسيط، يقولوا له خطوب يا أخي، خطبه فترة ست أشهر سنة، لا يقدر يختبر إذا كان هيدا هو. أنا علما أنه أنا شبه أكيد أنه هاي مجرد حجة، بس إذا كان فعلا هيك أوكي خلي يخطبه يجربه. إذا اليوم خلال سنة بعتقد راح يقدر يعرف إذا وضعه معه هو شفقة، وهل شفقة مع الوقت بدت لما بيعايشها وبيطلع وبيظهروا سوا بيروحوا بيجوا، يعني الأمور بتختلف. فإذا ولكن يعني أستاذ إبراهيم، نحن ليه بدنا نلوم هؤلاء الأهل؟ يعني بالمقابل نحن عنا مثل ما تفضلت الدكتورة مها منذ قليل قالت أنه في بعض يعني الأهل اللي هن أهل الفتاة التي يعني اللي عندها إعاقة أو أهل الشاب هن بيرفضوا أصلا الطرف الآخر. أي بس هيدا أنا مش مبرر. عفوا هيدا مش مبرر، نحن عم ننظر لإله بشكل كتير كتير سلبي. هيدي نظرة نحن ما بنعطيها أي تبريرات أنه أسرة تمنع ولدها أو ابنتها من الزواج لاعتبارات هي عم تتصورها أنه ممكن ما تتفاهم مع الشريك. هيدي أحكام مسبقة ما لها حق فيها. الأعباء المادية لما بدهم يفكروا بأعباء مادية، يا ترى جهزوا أبنائهم لهالخطوة بالحياة؟ اشتغلوا على تعليم وتأهيل ونيل شهادات ودعم في المجتمع؟ لأنه لو اشتغلوا على تأهيل ومد يد العون لهم من بداية حياتهم، ما كانوا وصلوا لمرحلة بعدين عطلوا هم العبء المادي. بيكونوا أولادهم قادرين على أنهم يبنوا أسرة ومسؤولين عن قراراتهم. هل هي أولادهم أنهم ياخذوا قراراتهم وبشكل صحيح؟ هل كانوا منفتحين على أبنائهم وعلموهم أنه أنتوا أشخاص تملكون حق تقرير المصير؟ إذا فعلا هالشاب وهالصبي تهيئوا والأهل عملوا واجباتهم، فما في داعي بعدين أن يكون عندهم هالخوف. هلأ كمان يعني أنا بداية حديثي قلت أنه الأهل عادة بتصورهم هني أنه هني بيحبوا يختاروا الأحسن، وعطيت موضوع الطلاق وعطيت موضوع الأولاد، ماني يعني ماني عم بقول انه عبلوم الاهل، بس اليوم برجع انا لنقطه هلا ذكرتها الدكتوره، هي موضوع انا استاذ بحقوق الانسان، يعني انا بدي افهم شغلي انه اليوم نحن بنتربى وبنتعلم وبندرس بالكتب عن حريه تقرير المصير وعن حريه الاختيار. طيب اذا هالبنت اليوم حتى يعني بصرف النظر عن موضوع الاعاقه، اليوم الأهل وخصوصي هالسياسة تمارس على البنت أكثر ما تمارس على الشاب. صحيح. واليوم الأميات اللي بيكونوا بأيام على الشيء ما يزعلوا من النسوان، اليوم الأميات اللي بيكونوا بأيام صباهم عم بيناضلوا لأجل حقوق المرأة، بتلاقيهم هني أول ناس عم يمارسوا الدكتاتورية على بناتهم. وهيدي شغلة إنه اليوم طب ما أنتوا إذا ربيتوا بنتكم أو حتى ابنكم وخليتوه بالآخر بده ياخد حقه، إذا غلط قراره يدفع هو الثمن. اليوم حق هيدا، هيدا بحرية تقرير المصير، حرية الاختيار، فكلها هيدي حقوق. ومن ضمنها أنه هالشخص اللي عنده إعاقة يختار، وحق الشخص الثاني اللي ما عنده إعاقة يقبل بهالخيار هيدا طبعا. أو ما يقبل. أستاذ حضرتك كخبير في حقوق المعوقين والمكفوفين، برأيك ماذا ينقص المكفوف اليوم في مجتمعنا من أجل الزواج وبناء أسرة وللمعوق بشكل عام؟ من وجهة نظر المكفوفين ما بينقصهم شيء، من وجهة نظرهم أنه اليوم ما يتطلبه أي شخص عادي
من البيت والدخل المقبول ليعيش أشخاص. هودي الأمور بطبيعة الحال هودي مطلوبين منه. اليوم إذا أمنهم هو برأيه أنه صارت عنده كل المقومات للزواج، بس هل عند الناس التانيين، هل عند الناس اللي هني غير معوقين أو غير مكفوفين هذه الرؤية هي ذاتها؟ لا صدقيني لا. اليوم أي حدا ممكن يكون عنده دكتوراه، وأنا بعرف يعني حالات شخص عنده دكتوراه بيعلم بالجامعة اللبنانية وشو اسمه، وأنه بنظر أهل لما راح يخطب أهل مرته أنه كان جوابهم أنه شو نقطعت الرجال من الدنيا. طب هيدا شخص ماديا مرتاح، مدخوله كتير عالي، معلم دكتوراه، طيب وين المشكلة يعني؟ وأنه دايماً البنت أحيان بتوقف مثل ما قلت بتوقف بتحدي للعوائل والتقاليد عند أهلها وبتمشي، وإذا يوماً ما غلطت وكان قرارها غلط هي الوحيدة اللي بتدفع الثمن. وبنفس الوقت في بنات تانين بيخطأ وبيستسلموا لإرادة أهلهم. طبعاً يعني مثل ما تفضلت ضيوف، هي نظرة مجتمع يعني لها تأثير كتير كبير في هذا الموضوع. ولكن دكتورة الملفت يعني حتى في موضوع الإعاقة أن هناك فرق بين الذكر والأنثى، يعني من ليه أنه إذا الذكر هو المعوق من الأسهل له أنه يرتبط، ولكن إذا الأنثى هي معوقة فبالتالي أيضا يعني الضغوطات عليها أكثر والصعوبات أنها يمكن تتزوج أكثر، لماذا برأيك؟ صحيح. لما حكينا عن الآية الكريمة خلق لكم، لكم قال عن الذكر والأنثى وبالتالي متساويين بهالحق، بس مجتمعنا مجتمع ذكوري بامتياز. هلأ خينا إبراهيم أنا شوي ما بوافقوا بموضوع المرأة. المرأة تناضل لحقوق المرأة ولحقوق الأنثى. من تجربتنا بالجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين وتحديداً بمركز مجمع نبيه بري لتأهيل المعوقين، حين يكون في حالة إعاقة بالأسرة تجد بأن المرأة هي الحاضن الأول لهذا الطفل أو الطفلة والمدافع عنها، واللي هي أكثر بتتجاوب بعملية التأهيل بتتحمل. ما فيني عمم، بس بشكل عام عم بحكي لأنه أوقات في أباء كتير متفانين، بس بشكل عام بتكون الأم هي الحاضنة حتى في علاقتها مع ابنتها. قد يكون محق الأخ إبراهيم أنه لما بنتها بتكبر وبتصير في سن الزواج يمكن شوي بتكون بعد الأوقات مش عاطيتها الحقوق التي تعطى لأخيها في بعض الأحيان، مش لأن مش مقتنعة بحقوقها والمساواه، بأنه كشاب وصبي يجب أن يتمتعوا بالحقوق نفسها، بس لأنه عطول بتجرب تحميها من مجتمع ذكوري بامتياز. فالأنثى في مجتمعاتنا بدها كتير تناضل بعد لحتى تؤخذ على محمل الجد كإنسان له حقوق متساوية مع الرجل، فكيف إذا كان عندها الإعاقة؟ هون المجتمع بينظر لها نظرة جائرة جدا، خصوصا لما نوصل لموضوع الزواج. برأيك دكتورة هل من الممكن أن نطلع من هذه الأفكار يعني اللي مسيطرة على المجتمع؟ يعني اليوم نحن عم نحكي عن مشكلة فعلا يعاني منها المعوقين، يعني إن كان مكفوفين أو غير مكفوفين تقريبا كل الأسباب عم نروح عليها هي المجتمع. هل برأيك ممكن نطلع من هذه الأفكار؟ إذا بدنا نحلل موضوع الزواج والإعاقة بدنا نبدأ بداية أنواع الإعاقة. مثل ما بتعرفوا في الإعاقة السمعية والبصرية، هذه الحالتين يلي ما في أي مشكل بارتباط شخص غير معوق بشخص عند كفيف أو عنده إعاقة سمعية. طبعا هلأ بدنا نحكي بعد شوي عن الناحية الوراثية. هلأ الإعاقات الجسدية كمان لما بيكون في رأي طبي ما في مانع من ناحية جسدية للارتباط الزوجي، فشو المشكل؟ خصوصا لما الطرفين عندهم انجذاب وعندهم علاقة حب لطيفة ومودي، فشو المانع؟ هلا بالنسبة للإعاقة العقلية كمان، الإعاقة العقلية في مستويات من الإعاقة العقلية. يعني لما بدنا نقارب هالموضوع بدنا نشوف نوع الإعاقة، فئة الإعاقة ونسبة الإعاقة. فاللي عنده إعاقة بسيطة
يعني إذا بدنا نشوف مستوى الذكاء، يعني عندك الإنسان اللي ما عنده إعاقة عقلية مستوى الذكاء عنده 100، في إذا أشخاص إعاقة بسيطة جدا بيكون بيجيبوا 80 عن 100، في متوسطة بحدود 50، شديدة أوكي 20-30%. هلأ إذا اللي عنده إعاقة عقلية ما عنده توجه عنيف ممكن يتعايش مع أي شريك بدون ما يكون عنده عنف، شو المانع؟ خصوصا هلأ خدمات التأهيل صارت قوية وصارت متطورة، صار في عقاقير، صار في متابعة طبية حتى للي عندهم إعاقة متوسطة أو إعاقة بسيطة. ففي ظل رعاية طبية واستشارات طبية وعائلة حاضنة حتى ممكن هالشخص أنه يتزوج في حال الطرفين كان عندهم هالقبول. هلأ بيبقى موضوع الوراثي، تبينت الدراسات 50% من الحالات مش معروف سببها. نحن على طول نربط الموضوع انه شخص عنده إعاقة اكيد ولاده راح يكون عندهم إعاقة، بالوقت اللي انواع الإعاقة نوعين كثير. هنحكي اكثر نحن بشأن الحلقة عن موضوع الوراثي لانه بهمنا نركز عليه. استاذ ابراهيم، اثناء تحضيرنا للحلقة فوجئنا بموقع الكتروني يعنى بموضوع تزويج المعوقين من بعضهم. برايك قد فعلا مواقع التواصل وسائل الاعلام لعبت دور في دمج المعوقين داخل المجتمع وقد العكس صحيح فعلا؟ خليني بالاول بس سؤالك كثير حلو ومهم، بس بدي أكد على السؤال قبل اللي طرحتي حضرتك على الدكتورة مها، أنه فعلا في الأرقام بتبين أنه في فرق كبير ما بين المتزوجين المعوقين على صعيد الذكور والإناث. يعني في نسبة عدم زواج بأوساط النساء ذوات الإعاقة أعلى بكثير من ما هي بأوساط الشباب، وهذا مؤسف حقيقة مؤسف. يمكن لأنه مثل ما قلنا الشباب عادة ما كتير بيلتزموا بأنه الأهل ما بيتدخلوا كتير، أو إذا بيتدخلوا بيكون فدايماً بحدود معينة، ودايماً بيكون في مجال للزواج، أنه الأهل ما بتكون معارضتهم هالقد شديدة قدام إذا ابنهم إذا بنتهم بدها تتجوز شخص عنده إعاقة مدام عنده إنكم وعنده مدخول وماشي الحال. بس لما بتيجي لا شاب ما عنده إعاقة مثل الحالة اللي شفناها هون الأهل بيستنفروا أكثر. بالنسبة لسؤالك، التواصل الاجتماعي أكيد كان إلى شأن كبير، سيما أنه معظم الأشخاص المعوقين اليوم عم بتلاقيهم موجودين على وسائل التواصل الاجتماعي. أنا بعرف من المكفوفين بفضل التكنولوجيا الحديثة اليوم كلهم على الفيسبوك وعلى الانستغرام وعلى تويتر، كلهم موجودين. هلأ في محلات عم بيكون إلا شوي مثل بقولوا فاير باك، يعني ممكن أحيانا تضر، لأنه ممكن يطلع حدا ويحكي بطريقة مناهضة للحقوق وللحريات ولا غيرها. بس بشكل عام الموضوع التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي أكيد خدمت القضية كتير. هلأ بدي لك شغلة، أنا يعني أحيانا بيخوفوني هودي بموضوع التزويج. أنا من فترة التقيت كنت بمكتب أحد الوزراء بلبنان، وبعد ما طلعت طلبوا يحكوا معي 2-3 ورجال محترمين عاملين جمعية لتزويج المكفوفات تحديدا. فسمعوا بالتجربة الأردنية اللي هي انه صاروا رجال الدين بالمساجد ينادوا ويطلبوا متطوعين لزواج من مكفوفات على زوجاتهم. يعني يكون الواحد مجوز وبيرجع بياخد صبية كفيفة انه هيدي عمل خير. فهن كانوا عم بيجربوا ينقلوا هالتجربة على لبنان وعم يسألوني عن الموضوع وكذا. قلت لهم انا شخصيا ضد هيك طرق، ضد هيك تجربة. يعني فاذا كان غاية مواقع التزويج هالنفس النمط من العمل بصراحة نحن ضده. ما ممكن. لماذا أستاذ ضده؟
لأنه اليوم أنت عم تجيب تقنعي شخص تقلي له يتجوز حتى ولو كان مجوز يتجوز على مرته كعمل خير. نعم. هيدا لا ما هيدا مش يعني ما احترامي للعادات والتقاليد وتعدد الزوجات بالدين الإسلامي، ولكن هيدا صار خالف روحية الزواج. الزواج تفاهم، حب، علاقة اجتماعية، يعني في أحلام مشتركة. يعني كيف بدها تركب هيدي أنه بدي جيب أنا وافق على تزويج بنت كفيفة من شخص تاني لمجرد أنه هو مؤمن بعمل الخير بس؟ برأيك يعني هي ما بتكون حققت الشروط اللي لازم تكون مش قواعد الزواج هيدي. يعني هيدي مخالفة ومناهضة لأدنى قواعد التفاهم بالزواج. صحيح. ضيوفي الكرام، سنكمل هذا الحوار ولكن سنتوقف وإياكم وكافة المشاهدين مع فاصل ولنا عودة. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. قضية زواج المعوقين ذهنيا من المواضيع التي يحار الناس في إبداء آرائهم حولها. زميلتنا لما يوسف استطلعت آراءهم وعادت لنا بالشهادات التالية، فلنتابع. هل حضرتك مع فكرة زواج الأشخاص يعانوا من معوقات ذهنية؟ طبعا لا، أكيد لا، لأنه المعاق ذهنيا بده يتزوج، بده ينتج جيل كمان معاق بنفس الهرمونات بنفس المورثات الموجودة فيه. والله سؤال محرج شوي، بس في بعض منهم المتوحدين يعني مع زواجهم، بس المنغولي صعب شوي. لعلي أنا بالنسبة لأولادي لا ضد، بس إذا لحدا مثلا حر هو تصرفه. لأنه وقت بدك تجيبي بنت الناس وتجي تزوجيها لابنك كمنغولي أو كشيء من هالنظام، بل إنسان يقيس على نفسه، لأنه بنات العالم منا لعبة. على حسب، اذا تزوجوا من نفس الفئه، انه اذا كانوا منغوليان تزوج منغوليان، هيدي عاديه طبيعيه. عرفتي كيف؟ انا بالنسبه لي بقول حرام، لانه بخاف يجي الاولاد اذا اثنين الام والاب، الولد بده يجي هيك اشخاص ما فيهم يتجوزوا ويجيبوا زياده اولاد، ممكن يطلعوا كمان بتلون. يعني حرام، يمكن انا عم بكون استغفر الله العظيم، يعني هذا حقهم. بس اذا شخص مثلا كيف بده يهتم بولد؟ هو عم بيزيد على المجتمع عالي زيادة، هو هيك عالي وعم بيزيد. لا أنا مش معه. ضيوف الكرام، أعود وأرحب بكم مرة جديدة. دكتورة، مثل ما شفنا هي عدة آراء حضرناها سوا، شو أكثر الآراء اللي استوقفتك بيناتها؟ اللي استوقفني أنه بأغلبها آراء سلبية، أحكام قاسية، بدليل الكل اعتبر أنه كل الأشخاص من ذوي الإعاقة بيحملوا الإعاقة بشكل وراثي، وبالتالي حكماً أبنائهم رح يكون عندهم إعاقة، بالإضافة لكمان اعتبروا المعوق عالي. فهون بدنا نحكي عن موضوع الوراثي. أساساً 50% من حالات الإعاقة منا معروف أساساً. وإذا بدنا نحدد منشأ الإعاقة، في إعاقات منشأ وراثي وفي إعاقات مكتسبة. الإعاقات المكتسبة قد تكون إعاقة أثناء الحمل، وأي سيدة قد تتعرض لها الموضوع، لأنها منا وراثية، مثل الإصابة بالحصبة الألمانية، التعرض لمواد سامة، لتلوث، أي إشكال يمكن تتعرض للأشعة السينية، وبالتالي بيصير أو عقاقير مش مناسبة. وحتى خلال الولادة أو ما بعد الولادة، مثل الشلل الدماغي نتيجة انقطاع الأكسجين، أو حتى الطفل لما بيتعرض لالتهاب السحايا، كلها مكتسبة. وبالتالي حظوظ المرأة بأن يكون عندها طفل معوق، إن كانت معوقة أو غير معوقة، هي متساوية، لأن هذه أشياء مكتسبة. نيجي للنواحي الوراثية، اللي هي نواحي بالوراثي. وحتى الشخص يلي عنده، شخص المعوق يلي الأسباب أو منشأ إعاقته وراثية، عنده احتمال 25-50% فقط انه يجي طفل معوق. يعني هيدي النسبة لها السبب. ينصح عادة طبعا بالاستشارة الطبية، والأفضل إذا شخص عنده إعاقة
ما يتزوج شخص عنده نفس الإعاقة حتى قدر الإمكان نبتعد عن النواحي الوراثية أو حدا من أسرته. يعني مش شخص نفس الإعاقة أو حدا من أسرته. ولكن دكتورة نحن هون عم نركز أكثر مثل ما شفنا بالآراء على موضوع الإعاقة الذهنية. قد إيه برأيك فعلا الإعاقة الذهنية الزواج فيها ممكن أن يكون ناجح؟ مثل ما سبق وحكينا في مستويات للإعاقة العقلية، في مستويات إذا كانت بسيطة وقيد السيطرة، ونرجع منأكد من خلال المجمع عنا والتأهيل والمتابعة النفسية من خلال أطباء بيوصفوا عقاقير مناسبة ومعالجين نفسيين، عم بيكون الشخص يلي عنده برجع بكرر إعاقة عقلية مستوى بسيط وحتى متوسط إلى بسيط إذا كان تحت السيطرة، طبعا بشرط الأهل يكونوا واضحين مع الطرف الثاني اللي بده يتم الزواج معه انه في واقع او مشكله عقليه تحت السيطره، يكونوا واضحين عند اي ارتباط. في بعض الاوقات مشاكل نفسيه، مشاكل نفسيه مثل الانفصام، بيكون ممكن الشخص بحاله ستيبل فممكن ما يعرفوا اهل الطرف الثاني لهالسبب. الوضوح كثير جدا مطلوب، الاستشارة الطبية والنصح الطبي كتير مهم، وبالتالي إذا شخصين متفقين وهن عندهم مودة وهن حابين يرتبطوا فما في أي مشكل. نعم أستاذ إبراهيم، حضرتك ناشط حقوقي يعني خاصة في موضوع زواج المعوقين، إذا ما نحكي شوي عن هذه الاتفاقيات، هل هناك فعلا اتفاقيات نصت على هذا الحق وعلى أرض الواقع تطبق؟ يعني قبل ما اجاوبك على سؤالك يعني هيك عندي شيء بدي اقوله، انه اذا ما قلته رح بج يعني. تفضل. اول شيء انا كان عندي اعتراض على السؤال، سؤال اللي انطرح بال يعني وكانه بالمقابلات وكانه اوحى بالجواب. يعني اليوم لما بتسالي مجموعه من الناس هيك نوع من السؤال بدك تتوقع هيك نوع من الجواب. كنا بغنى عن انه نسمع كلام كتير قاسي. يعني أنا انزعجت جدا من مقولة إنه بالأساس هني عالي فتيجيبوا عالي تاني، هيدا كلام بيجرح. هلا نحن طبعا أستاذ كان هدفنا أن نقول أنا بعرف. الناس يعني هو بعرف واجب بس ما بدنا نجمل كثير الأمور، بس كان بيعمل لك كان بيسوى ينسأل السؤال بطريقة إنه شو رأيك بحق الشخص إنه يتزوج، أو يعني كانوا هني عم بيجاوبوا وكأنه جاي شخص عنده إعاقة عقلية يطلب بنتهم أو ابنهم يعني. نحن لأنه أستاذ كان بهمنا نضوي على هذه الحالة بشكل خاص، يعني الإعاقات الذهنية، لأن الدكتورة أيضا فصلتهم ببداية الحلقة. يعني في كلام كان عم ينقال حقيقة بطريقة بتجرح وبتأذي. اليوم هيدي بتنقل صورة مرة عن المجتمع اللي احنا عايشين فيه، هاي بتنقل صورة عن جد ما حلوة أبدا عن المجتمع اللي نحن فيه. طب يا عمي هودي أقل ما يمكن الحق بالزواج أو أنهم يكون عندهم عيلة أو يكون عندهم أولاد أو يكون عندهم، لأنه شو أنا بسأل المجتمع اليوم، هيدا الشخص إذا ما تجوز وصار عمره 40 أو 50 سنة مين بده يهتم فيه؟ بدهم إيانا أنه نروح نزته بمؤسسة وما يعود حدا يسأل عنه؟ يعني هيدي الطريقة اللي عم يسعى اللي بالآخر مجتمعنا عم يسعى لها. في اتفاقيات كتير دولية، وفي للأسف انه القانون اللبناني 220 لم يتطرق الى موضوع الزواج. طبعا اتطرق الى مواضيع كثيرة، من عمل، من تعليم، من صحة، من تنقل، ولكن لم يتطرق الى موضوع الزواج. ولكن الاتفاقية الدولية اللي اقرتها الأمم المتحدة والخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اللي أقرت بال2006 فيها مادة خاصة حول البيت والأسرة. هون بتحكي المادة على أنه لكل شخص من ذوي الإعاقة ما استثنت حدا منهم الحق بأنه يكون له بيت ويكون له أسرة، الحق بالإنجاب، الحق. طبعا أنا هون بأيد الدكتورة مها بموضوع الإعاقات العقلية. بالإعاقات العقلية هناك مستويات من الإعاقة، وهناك بدك تاخذي بعين الاعتبار هل هالشخص عنده الكفاءة انه
يربي الأولاد الأطفال ويصون مصالحهم. أنا بقول لك شفت تجربة بالسويد. بالسويد شفت تجربة إنه هالأشخاص هودي عندهم إعاقة عقلية وما نقدرين إنه هن يهتموا، فبيكون في دولة بتعين ناس بقلن حق بالإنجاب والدولة محترمة هالحق هيدا، بينجبوا أطفال بتاخدهم الدولة هي بترعاهن وبتهتم فيهم، وهالطفل بينجاب لهالشخص صاحب الإعاقة لوقت معين بيحملوا بيلعبوا بس طبعا هيدي أمور على كل حال منا، بس عم نحكي إنه كيف العالم ممكن يتعاطى مع الظواهر اللي شخص منه قادر إنه مع التأكيد عفوا أستاذ إبراهيم على الحق المشروع والحق الذي لا جدل فيه بحضانة الأهل لأبنائهم. يعني لما الدولة بدها تاخذ طفل من 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 أهله بده يكون في محاذير كتيرة، بده تكون في معطيات جدا قاهرة، لأن التوجه العام والتوجه بكافة الاتفاقيات الدولية وبكافة القوانين والأنظمة والتوجهات إنه الطفل يجب أن يكون في رعاية أم وبيه. هون عم نحكي دكتورة مها عن الإعاقات اللي فوق المتوسطة بالنسبة للإعاقة العقلية. صحيح. يعني الإعاقات الشديدة. الإعاقات الشديدة. طبعاً أنا كمان ضيوفي بهمنا أنه نوضح نحن أنه الهدف كان من هذه الآراء نحن أنه اسم برنامجنا أريد حلاً، وهي فعلاً هذا واقع المجتمع للأسف مثل بيقولوا، إذا فينا نحط إيدنا على الجرح أكثر لإيجاد حلول لهذا الواقع الذي نعيش ولتحسينه أيضاً. يعني صحيح. شوفي لك هيدا واقع غير مقبول بمجتمعنا. راح تقولي لي ليه غير مقبول؟ مجتمعنا مجتمع طيب، مجتمع مش لأنه مجتمعنا عم قول هيك، بس فعلا هو مجتمع طيب، مجتمع محب، مجتمع لطيف تحكم المبادئ والقيم والدين. للأسف أنه تكون النظرة تعيته بهالشكل. هون نطرح ومنأكد على دور الدولة في التثقيف. يعني إذا بيرجع المجتمع لجذوره لمبادئه، مبادئه هي مبادئ الرحمة، بينما المشكل أنه عم يفتقد للتثقيف أنه هالشخص اللي عنده إعاقة هيدي من حقوقه ويجب أن تكون داعم لإله. مش موضوع إذا أحبيت أنك تكون داعم، لا. هيدا واجب عليك. ولكن هنا دكتورة على من تقع المسؤولية؟ يعني اليوم في هذه النظرة هي مسؤولية من المعوقين أنفسهم، منكم أنتم كمختصين، من يمكن الدولة، من المدارس، يمكن مسؤولية من؟ أول شيء المعوق أنا برأيي ما حدا بيطالب بحقه قد صاحب الحق. شخص، كل شخص، وهون بنشد، كل شخص من ذوي الإعاقة واجباته صار يعرف واجباته، لأنه هو أكتر إنسان ممكن يطالب فيها، ولازم يعرف أنه هيدي حقوق لإله، ما حدا بمن عليه بهيدي الحقوق. نقطة تانية الأسرة، أسرة المعوقة اللي لازم تحتضن حقوق أبنائها، لأنه ما ضاع حق وراءه مطالب. لما الأسر بتتكاتف يلي عندهم أطفال وأبناء معوقين ومعوقات، هن بحد ذاتهم بشكله قوة ضاغطة بالمجتمع المدني. المسؤولية الثالثة إذا بدك على المؤسسات. مؤسسات وين دورة بمناصرة هالقضايا؟ طبعاً المؤسسات، العديد من المؤسسات، مؤسستنا، مؤسسات أخرى عم تشتغل شغل كتير حلو. يجب أن تتكاتف جميع المؤسسات لرفع الصوت عالياً. وإذا بدك السبب الأساسي وبالدرجة الأولى من حمل مسؤولية للدولة، وين الدولة في مناصرة هالحقوق؟ في إصدار القوانين والمراسيم اللي بتدعم حقوقهم. لما الدولة بتدعم عمل تعليم المعوق وعمله، صار هالإنسان إنسان مستقل، إنسان قوي، قادرين يقرر مصيره، قادرين يثبت أهليته، وبالتالي ما رح يكون عرضة لآراء وأحكام الناس، إن كان أسرته أو أسرة الصبي اللي بده يرتبط فيها وغيرها. فكمان للدولة دور أساسي. أستاذ إبراهيم، رأيك في هذا الموضوع، خاصة أنه تفضلت الدكتورة وقالت أنه الدور الأساسي لكم، قد فعلاً اليوم نحن بمجتمعنا المعوقين الموجودين لديهم هذه الروح، روح النضال، روح المطالبة بالحقوق؟ لكن
أكيد أنه الأشخاص المعوقين عنا بلبنان هن قدوة كانوا للمجتمع العربي ككل. صحيح. حقيقة هيك. صحيح. بس اليوم توصل يا محل أنت بتحس بالإحباط. ما بقى يجوز. أنا بقلك وهي صرخة بوجهها بقلك ما بقى يجوز. إنكم اليوم يا مجتمع يا ما بقى يا 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 كبير يا مثقف يا بين الحضارات. نحن علمنا العالم الحضارات كلها وعلمنا العالم الحرف ومدري شو وإلى آخره. اليوم عم تجوا بتحرمونا من التعليم، عم تحرمونا من العمل، عم تحرمونا من الصحة، عم تحرمونا من التنقل، عم تحرمونا اليوم في حالات كتيرة بعد بالبيوت. عدد المعوقين اللي حاملين بطاقة معوق هن تقريبا 95,000 اليوم، التقديرات بتقول انه في 170-180,000. ونن الباقيين ونن مخبينهم أهلهم مستحيين فيهم. ما بقى فيكم تحرمونا كل هالحرمان هيدا كله وتجوا بالآخر حتى الزواج حتى الإنجاب. ولك يا عمي طيب ما هيدا الشخص صاروا عم يلزمون للمعوقين أن ياخذوا من بعضهم. سمعتيها شو قالت المرأة أو الشاب ما بعرف مين قال اخلي يروح يتجوز، إذا بتجوزوا من بعضهم ماشي الحال. صاروا عم يلزموا عم يخلوا هالناس يروحوا يتجوزوا من بعضهم. أنا مش ضد إنه إذا اثنين حبوا بعضهم بالآخر يمكن عم بعيشوا بمؤسسة واحدة، عم بعيشوا بأحيان مكان بيتعلموا سوا فيه، عم بيحبوا بعضهم. بس في محلات عم يضطروا يتزوجوا من بعضهم والزواج عم بيؤدي اثنين إعاقة، عم بيؤدي أحيان لمشاكل أنه عم يضطر يمكن يجي الولد أحيان عنده إعاقة. نحكي كنا بهذا الموضوع يعني قدي أنتم يعني مع أنه في زواج حتى يعني في حتى اثنين مكفوفين من بعض أو اثنين صموا بعض. هلأ في لك في حالات بيحبوا بعضهم، في حالات عم يربوا بيتعرفوا على بعضهم وبيرفضوا رفضا قاطعا أنه يكون بدهم حدا غير هالشخص هيدا، وهيدا حقهم. مثل ما قلنا حق الاختيار هيدا حقهم. بس كمان عم بيسائب أنه عم يجي الولاد مكفوفين. هلا يفضل في حالات اذا يعني نفس الاعاقه يفضل دراسه طبيه مثل ما قالت الدكتوره استشاره طبيه، واذا نفس الاعاقه يفضل عدم الزواج. بس طبعا هذا بالنهايه قرار، ويفضل اذا شخص عنده اعاقه كمان ما يتزوج من عائله عنده نفس الاعاقات مثل اعاقته، لانه بيكون عنصر الوراثي قائم. استاذ ابراهيم حكي عن اعداد وارقام، هون بتذكر بيبدر لذهني أنه نحن آخر إحصاءات بتقول أنه في عنا 15 مليون شخص من ذوي الإعاقة بعالمنا العربي. 15 مليون بس خمسة، هلأ بعض الإحصاءات والدراسات بتقول من 20 ل 30 مليون. هلأ من هالملايين 5% بس عم يحصلوا على التأهيل المناسب، فهيدا شيء جدا مؤسف. هيدي نسب صادمة بعالمنا العربي اللي مفروض يواكب تقدم في الملفات الحقوقية. وأنا إذا بدك بدي أقول شغلي بعد، إنه أنا ضد زواج المعوقين من بعضهم إذا كان هالزواج ناجم عن إنه أنا ما لقيت حدا تاني. يعني صحيح. أنا أوكي بحترم إنه ناس بحبوا بعضهم أو شيء أوكي ماشي الحال، بس إنه يكون هالزواج لأنه أنا ما قدرت اتجوز بمكان تاني فلجأت لأني أخذت حدا عنده إعاقة مثله حتى نتساوى بالمصيبة قدام المجتمع ككل. أستاذ 83% نسبة البطالة لدى المكفوفين، هل هذا الأمر هو سبب في عدم زواج المكفوفين؟ ولماذا هذه النسبة الكبيرة بلا عمل رغم ما نصته القوانين أن 3% من الموظفين يجب أن تكون من المعوقين في كافة المؤسسات والشركات؟ في هلا بالنسبة للأشخاص المكفوفين، علما أنه بالنسبة لشرق يعني هالشريحة من المعوقين هي يمكن الأكثر ثقافة والأكثر تعلما. يعني المكفوفين عادة بيتعلموا، عندك نسبة كبيرة عالية منهم من اللي بيتعلموا بيكفوا جامعات وبياخدوا يعني عادة الصم بتوجهوا مهنيا أكثر. القسم كبير كمان الإعاقة الجسدية بسبب عدم وجود الاكسسابيليتي إنه البيئة المؤهلة كمان بيتركوا. فالمكفوفين هن شريحة عادة تتعلم وعنده من المعيب جدا يكون عندهم هالنسبة العالية من البطالة. هلأ أكيد الموضوع إيجاد فرص العمل هو أكيد
أكبر سبب أنه ممكن يكون مشجع وممكن يكون بيكون عائق. لذلك إيه أكيد الأشخاص اللي عم يشتغلوا في منهم متزوجين، يعني بأوساط المكفوفين بتلاقي في مجموعة متزوجين من بنات ما عندهم إعاقة أو بيكونوا متزوجين من بعضهم. قليلي من المكفوفات هن متزوجين من أشخاص ما عندهم إعاقة، البقية هن متزوجين من مكفوفين أو حتى من أصحاب إعاقات تانية. يعني الأهل بيقبلوا إذا عندهم ابن مصاب بإعاقة جسدية بيقبل أنه يروح يتجوز بنت كفيفة، بس أنه إذا ما عنده إعاقة لا أكيد ما بيقبل. دكتورة، يعني تفضل الأستاذ وقال منذ قليل عن نسب، استنتجنا منها نسب المعوقين لأهلهم بيخفوهم لأنه ما معهم بطاقة معوق لأنه أهلهم بيستحوا فيهم. إلى أي مدى برأيك دكتورة قادرين فعلا نوصل لمرحلة دمج المعوقين داخل المجتمع إذا بعد عنا هذا التفكير وهذه الأرقام الكبيرة من الناس اللي بعدهم بيستحوا من المعوق؟ الأهل عادة لما بيخلق عندهم ولد عنده إعاقة بيمرقوا بمراحل. المرحلة الأولى هي من إلا denial stage، الرفض، بيرفضوا أنه عندهم ابن ما عنده إعاقة وبدهم فترة ليطلعوا من هالموضوع. لهالسبب بتيجي عملية جلسات التأهيل للأهل لتقبل أنه ابنكم طفل رائع جدا، لازم تكونوا فخورين وسعيدين فيه، إنه ما عنده احتياجات خاصة بدكم تأمنوا له هالاحتياجات الخاصة. بعدين بيمرقوا بمرحلة اللي هي الجلتي ستيج، يعني وأكتر شيء الأم أنه أنا يمكن في شيء صار معي أو شيء شعور بالذنب أنه أنا عملت شيء، أخذ دواء غلط whatever اللي بدك إيه تصار هالطفل، ومرورا بليش أنا صار معي لعند مرحلة القبول. قبول وتقبل هالواقع والاستعداد للتعاون في مجال تأهيله. هيدي مراحل طويلة ومعقدة وشائكة وتحتاج لمؤسسات حاضنة تقطع الأهل بهالمراحل بالعمل مع الطفل تباعا. مش كل الأهل بيقدروا يقطعوا فيها هالمراحل، لأن أفضل شيء لما بيوصلوا لمرحلة التقبل لما بيصيروا شركة مع المؤسسة بتأهيل الطفل مرورا لأن يكبر الطفل. لكن دكتورة يعني في لبنان والعالم العربي هل نملك يعني نحن مؤسسات حاضنة؟ هل المؤسسات عدم كافية؟ عدم وجود مؤسسات كافية، عدم وجود ثقافة بمجتمعنا، عدم وجود خطة من الدولة يلي توجه الأهل لكيفية التعاطي مع هالمواضيع، تأمن لإلى الدعم، في دعم مادي بده يكون وفي دعم من خلال المؤسسات الدولة بدها تكون داعمة وبده يكون عندها خطط جاهزة لهالموضوع. في غياب كل هالجهات الداعمة أو الخطط الداعمة الأهل عادة بيتأخروا ليوصلوا لمرحلة القبول ومساندة المؤسسات بعملية التأهيل. هذه إذا توفرت المؤسسات بالشكل الكافي، يعني في ضياع وقرى نائية أكيد ما في مؤسسات، وبالتالي في ظروف أهل كمان ما بتسمح لهم أنهم كمان ابنهم ياخدوا ويلتحق بالمؤسسات لتأهيله بالشكل الكافي. من هالمنطلق عم بيواجه الأهل مشاكل، المجتمع ما عم بيكون مساعد والدولة ما عم بتكون حاضرة. أستاذ إبراهيم، سؤال أخير لحضرتك، يعني من 50 سنة لليوم هل برأيك تغيرت نظرة الناس إلى المعوق وهل في أمل أنه تتغير بعد أكثر؟ وكلمة أخيرة. بالتأكيد اليوم في 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 تطور شوي بمفهوم العملية فهم الإعاقة. بالتأكيد أنا ما في قارن وضع اليوم، وإن كان كل الشوائب الموجودة فيه ما فيني قارنها بأيام الخمسينات. بالتأكيد أنه تغير الوضع، بالتأكيد أنه الإعلام ساهم بشكل كبير. أنا اليوم بتذكر بالسبعينات ما كان مسموح لأي حدا عنده إعاقة أنه يطلع على شاشة تلفزيونية. اليوم الوضع اختلف، الوضع عم يتغير، الوضع عم يتطور، بس طبعا مش بالشكل الكافي. عملية الإدماج هي عملية واسعة جدا جدا وتتطلب جهود كل الأطراف، من ابتداء من الأشخاص ذوي الإعاقة وصولا إلى الدولة مرورا بالمجتمع المدني وكافة الشرائح الاجتماعية. ولكن أنا بدي أقول للمجتمع
ولأي شخص بالمجتمع اليوم بيرفض أنه يزوج بنته أو ابنه لشخص عنده إعاقة. اتقي ربك وتذكر أنه بأي لحظة أنت بصير عندك إعاقة. تذكروا أنه هيدي هالشغلة إجت من الله، ومثل ما إجت لعندي ممكن تيجي لعند أي واحد بالمجتمع. فخلينا كلنا نتعاون، لأنه بيوم من الأيام لما بتصيبك يا هالإنسان هالإعاقة بتصير عندك إياها، بتكون بحاجة لمساعدتنا نحن بالدرجة الأولى قبل مساعدة الناس اللي حواليك. فعطوا هالناس حقها، خلوا الناس يتزوجوا، خلوهم يكون عندهم أسر، خلي يكون عندهم أولاد يهتموا فيهم على كبر. هيدا بيكون أفضل عمل بتقدروا تعملوه. أستاذ إبراهيم عبد الله، بدي أشكر وجودك معنا اليوم، يعني أعطيت لكافة المشاهدين والمعوقين بشكل خاص بعتقد نفحة أمل وقوة أيضا على الإصرار، وما في شيء لازم يوقف بوجهنا كلنا بشكل عام يعني. وأيضا الدكتورة مها شومانج باعي، شكرا جزيلا لحضرتك، كافة المعلومات القيمة اللي أعطيتينا إياها ضيوف الكرام، شكرا جزيلا لكم. شكرا. شكرا. مشاهدينا الأعزاء، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج أريد حلاً، على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل مع مواضيع جديدة. وفي الختام مع سايا لنقول لكم دمتم بأمان الله، والسلام عليكم.